لقاء الأصدقاء أمام كأس من المشروب، إنها طريقة كغيرها للاسترخاء بعد العمل، ولكن في هذه الحانة بنيويورك يمكن الحصول على خدمات أكثر كعلى مانيكير مقابل 10 دولارات. أحب أن يكون لون أظافري مطابق للون مشروبي. الخروج والعناية بالنفس في آن واحد ظاهرة أصبحت شائعة في نيويورك. صالون الحلاقة هذا، والذي أخذ من صالونات الحلاقة التقليدية للخمسينات نموذجاً، لا يخلو من الزبائن، مع الفرق أنه بالإضافة للمناشف الساخنة يمكنك أيضاً الحصول على بيرة. هذا يسمح لك بالعناية بمظهرك قبل الخروج وحتى وإن بدأت السهرة. مشروب وتحليق مقابل 30 دولاراً ما يليق بالزبائن بعد قضاء أسبوع مرهق في مدينة يعطي أهلها أهمية كبيرة للمظاهر. هناك درجة من الأناقة المطلوبة في نيويورك التي تتطلب صيانة المظهر إلى حد بعيد وأن تكون دائماً في الطليعة والأجمل ممكناً. هذه الصيغة المتمثلة في صالون حلاقة وحانة في آن واحد ليست مخصصة للرجال فحسب، فكذلك النساء يمكنهن التمتع بأوقاتهن وحلاقة شعورهن في نفس الوقت وحتى تغيير مظاهرهن كلياً. قمت بهذا لمجرد نزوة وأحبه كثيراً. كما يمكن أيضاً قضاء الليلة في صالون الحلاقة في نيويورك، إذ أن هذا النوع من المرافق مفتوح طيلة الليل.